مع دخولنا لموسم الشتاء، موسم البرد الذي تشتهر به نزلات البرد والمشاكل التنفسية وأيضا تساقط الشعر وهشاشة الأظافر، آلام المفاصل والتيبس الصباحي للعظام، نسمع كثيرا بهذه المشاكل التي تترافق مع هذا الموسم الجميل بمناخ لكنه صعب إلى حد ما على الصحة إذا لم نهتم وننتبه لهذه المتغيرات التي ترافقه. اليوم سنتحدث في الاستشارة الطبية عن أهم الفحوصات المخبرية التي نلجأ لها عن طريق الطبيب المختص عند المعاناة من هذه المشاكل جميعها. سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور زياد النتشة، اختصاصي المختبرات الطبية. حياك الله معنا دكتور زياد. دكتور زياد، اليوم نتحدث عن أهم المشاكل الصحية التي تترافق مع موسم الشتاء عند بعض الناس، لا نقول عند جميع الأشخاص. فنتحدث اليوم في البداية عن أشهر هذه المشاكل، وهو تساقط الشعر خصوصا عند الفتيات، لأنه الفتاة عادة ما تنتبه إلى قوة الشعر، متانة الشعر وكثافة الشعر، وأي تغير حاصل سيكون ملفت بالنسبة لها. تلجأ الفتاة في بادئ الأمر إلى أخذ الكريمات الموضعية، بخاخات الشعر، المالتي فيتامينز، وتتناسى بأن هنالك في الداخل ما قد يكون يستدعي إجراء الفحوصات الطبية عن طريق الطبيب المختص. فدعنا نتحدث عن أهم هذه الفحوصات. هلأ بداية، كموسم شتاء مش مربوط عندنا بشكل أساسي تساقط الشعر. نعم. هلأ كموسم شتاء بتغير عندنا حرارة الجسم. نعم. بتغير توصيل الأكسجين بشكل عام، المناعة بتنزل مع اختلاف درجات الحرارة. فهو كموسم موسم مش مربوط عندنا تساقط الشعر بشكل مباشر. برضو طريقة التغذية في البيت تختلف. بالصيف الناس بيطلعوا بياكلوا بروحوا بيجوا. نعم. بالصيف بتلاقيهم محشورين. في المواسم الشتوية عندنا بشكل عام الأجواء الشتاء مش الشتاء. نعم. فبصير خربطة عندنا اللي هي المال نيوتريشن. نعم. مشاكل تغذية. وطبيعة الأكل اللي هي الكواليتي تاعت الأكل بتتغير بالضبط. يعني الأشخاص نلاحظ بأنه يميلون إلى تناول الحلويات والأكلات اللي فيها معدل سعرات حرارية عالية اللي فعلا دفئ الشامهم في الشتاء. مظبوط. فهي أهم أسباب اللي بتصير عندنا الخربطة فيها. هلأ أهم أسباب تساقط الشعر نقص المعادن عندنا بشكل عام. نعم. الفيتامينز. نعم. مشاكل الهرمونات، ما هرمونات أهم الغدة الدرقية، في عنا خربطة الهرمونات. نعم. انقطاع موعد دورة البيريود بشكل عام، تكيس المبايض، التناول مثلا الأدوية الخاطئة، البروتين العالي طبعا بلعب رياضة ما رياضة. نعم. الستيرويدز، الأدوية تاعت الشهية، أدوية السكري. أي أدوية الشهية دكتور؟ هلأ في أدوية بتقطع الشهية مثلا الجلوكوفيج الأشياء. نعم. وغيرها. نعم. وغيرها. لا مساعد السكري. نعم. مساعد سكر. وفي أدوية تانية هلأ صار كوميرشال كتير وأغلبيتها مش مدروسة شو بتسبب لها أثار. فهي الأشياء كلها أحيانا دكتور أنا سمعت، أضيف إلى كلامك أنت اسمح لي، بأنه التعرض للعمليات الجراحية بعد فترة من الوقت بيكون مثل شوك بالنسبة للجسم، ممكن يصير في تساقط الشعر. مظبوط. زائد أنه في بلعب عندنا عامل هو الكورتيزون. نعم. الكورتيزون بيعمل مشاكل تساقط الشعر، والكورتيزول أيضا القلق الخوف الحالة النفسية 100%. وهذا كله بأثر على الهرمونات الثانية اللي هي بتعمل تساقط شعر. نعم. زي التستوستيرون هرمون الذكورة، وفي عنا الاستروجين اللي هو الهرمون الأنوثة الرئيسي. نعم. اللي هو برضه هو الأساسي بيعمل مشاكل كشعر مشاعر، لأنه بيأثر عنا على السايكل، على اللهم صل على سيدنا محمد، بيأثر على دورة حياة الشعر، دورة حياة الشعر بشكل. نعم. عام تكوين الشعر. وبأثر على الهرمونز وعلى البروتينز الثانية. دكتور ممكن يجيك شخص يحكي لك أنا أجريت كل هاي الفحوصات بس مثلا ما عندي ولا مشكلة تذكر الشعر. في أشياء نفسية. هلأ في عنا مشاكل تانية مخفية، عشان هيك إحنا ننصح دائما إنه راجعوا أخصائي جلدية. نعم. يكون أخصائي فهمان بشغله. نعم. مش الدكاترة طبعا الوصفات ما الوصفات، وزي ما حكت جارتنا وحكت. نعم. فلان وعلانتان. صحيح. لا أخصائي الشعر، الأخصائي الجلدية هو الذي يشرف. بطلب أحيانا فحوصات خاصة زي فحوصات الوراثية ذاتية المناعة. نعم. زي الـ ANA الـ ENA الأشياء هاي كلياتها، هاي برضو بتعمل عنا صلع إن كان وراثي إن كان تأثر على مستويات. حتى دكتور أعتقد طبيب الجلدية قادر على تشخيص
نوع التساقط من خلال الفحص الميكروسكوبي إذا كان صلع وراثي لا قدر الله. وبالتأكيد نحن ننوه أيضا أخذ علاجات السرطان قد تتسبب في تساقط الشعر. اليوم سنبتعد عن الأسباب الوراثية وسنبتعد عن الأسباب المرتبطة بتناول هذه الأدوية. سنتحدث عن الأسباب المتعلقة بنقص المعادن. ما هي أهم الفحوصات المخبرية التي يتم إجراءها لديكم للتوصل إلى سبب رئيس يقف وراء تساقط الشعر؟ أهم فحص إنه هو إيش اسمه CBC Complete Blood Count، تعداد الدم الشامل. نعم. اللي هو بعطي مؤشرات الدم بشكل عام، قوة الدم البيضاء والحمراء والصفائح، قوة الدم. نعم. مؤشرات تشبع الحديد. CBC كافي دكتور؟ لا هلا هو بعطي Indication بداية. نعم. هلا الفحوصات الناس بحبوا يبلشوا تدريجيا، بحبوش يعملوا مرة واحدة على أساس التكلفة. اوكي، واحنا النظرة في الفحوصات فبنحاول نوفر احيانا على المراجع بدل ما يعمل فحوصات باكج 10 15 فحص نحصره بفحصين ثلاثه. عظيم. هلا في حال مش جاي عن طريق طبيب مختص. نعم. فالسي بي سي هلا احنا بهمنا هو وش الهيموجلوبين، قوه الدم. نعم. او الار بي سيز، تعداد قوه الدم البيضاء. فلما يكون في عنا نقص في الهيموجلوبين، قوه الدم، الار بي سيز اللي هي قوه الدم الحمراء، بصير عندنا نقص ترويه للبصيلات الشعر. فنقص التروية بتأثر عنا على إنتاج الشعر، على كثافة الشعر. نعم. الدورة الدموية لا تسير بشكل كافي. ما هو عشان هيك عندنا الحديد مهم، البي 12 مهم. لأن الحديد البي 12 بدخل عنا بتكوين قوة الدم الحمراء. نعم. في المصانع تاعتها. هذا أول فحص. أول فحص. نعم. أوكي، الفحوصات الثانية اللي هي عنا زي ما حكينا الحديد. مخزون الحديد. مخزون الحديد أو الحديد العادي أو معدل تشبع الحديد TIBC. نعم. هاي كلياتها مؤشرات عنا على الحديد. نعم. زي ما حكينا نقص الحديد عنا بنزل الدم، بتقل التروية على البصيلات الشعر. نعم. فحوصات تانية عنا البي 12 برضو بدخل بتكوين الشعر. في عنا الفحوصات زي البي 7 البيوتين. نعم. برضو كتير مهم لتكون الشعر. في عنا الفيتامين دال. الفيتامين دال هي اللي بتعمل على تجدد الخلايا عند بصيلات الشعر. نعم. عشان هيك نقصه كثير مربوط، يعني من اهم الاسباب عندنا نحكي دائما الفيتامين دال، مخزون الحديد، الغده الدرقيه. واحنا للاسف كشعوب عربيه نعاني جدا من تدني مستويات فيتامين دال في الجسم، نظرا لانها شعوب عامله في الغالب، ووجودنا او اذا ما كنا عاملين معظم طلعاتنا من خروجنا من المنزل تكون في اوقات المساء، فلا نتعرض للشمس بشكل مباشر. 100%. دائما نحكيها، فما بالك مع موسم الشتاء. 100%. عشان هيك دائما نحكي احنا هلا في ناس بيروح للاكستريم، بياخذوا حبوب، بياخذوا ابر فيتامين دال بشكل عشوائي. والله دكتور بشكل عشوائي. هي اكبر مشكله عندنا ان هي الثقافه الشعبيه مش طبيه. نعم. انه زي ما واحده جربت جارتها واختها وبنت عمها والاشياء بتعمل زيها، ممكن امراض ثانيه مختلفه عنها، اعراض ثانيه. نعم. مختلفه بشكل عام زي بعض ولكن مختلفه عن مستوى الخلوي او مستوى الصحيح. إذا إلى الآن قوة الدم، مخزون الحديد، فيتامين دال وبي 7. قول بي 7. المغنيسيوم. في عنا الزنك، المغنيسيوم. نعم. الزنك شو علاقته دكتور بتساقط الشعر وهشاشة الأظافر حتى؟ هلا الزنك بالعادة بيكون مؤشر عنا، الزنك مش كزنك كعنصر مش مهم للشعر، مهم للأشياء الثانية زي الغدة الدرقية. نعم. الغدة الدرقية هي بتأثر بشكل عام على الأيض، على حرارة الجسم، احتباس السوائل، بتأثر عنا على تصنيع البروتينز، على الكوليسترول، على الكربوهيدرات، الأشياء الثانية. نعم. بس بهمنا كثير الغدة الدرقية يكون عنا زنك، السيلينيوم، اللهم صل على سيدنا محمد، الغذاء الغني زي ما حكينا بالدهون، البروتينز، أوكي، اليود. نعم. عنصر كثير مهم. ممكن إذا المفحوص أجرى فحص الغدة الدرقية يغني مثلا عن فحص المغنيسيوم والزنك؟ لا يغني. احنا الفكرة انه العالم بتحب نعمل باكج. نعم. بيشمل اكثر من فحص. احيانا بيكون واحد بيعمل غدة درقية عنده مشاكل فيها. نعم. اوكي، بتعالج عليها ومع ذلك الاعراض ما خفت من عنده. طيب شو اللي يعمل تساقط؟ نشاط الغدة الدرقية ولا خمولها دكتور؟ هلا بالعادة اثنين بيأثروا. نعم. هلا النشاطة، هلا الناس بفكر الغدة الدرقية TSH اللي هو الهرمون بتاع الغدة. نعم. هلا TSH اللي هو هرمون محفز الغدة. نعم. تفرز غدة النخامية
تفرز أوامل الغدد الدرقية الموجودة أسفل في الرقبة. نعم. أوكي، عشان تفرز عندنا إشي اسمه ترايثايروكسين T3 والثايروكسين اللي هو T4. نعم. هدول هم اللي بيأثروا عنا، بتحكموا بالخلايا على المستوى الخلوي نفسه، إنه اللي هو الأيض، ما الأيض، الأيض نفسه هو اللي بيعمل حرارة للجسم، هو اللي بيحافظ على حرارة الجسم على ثباتها. هو تمثيل غذائي. تمثيل غذائي. نعم. زائد هو بيعطي الأوامر لمختلف أعضاء الجسم بزيادة امتصاص مثلاً في الأمعاء البروتينز أو الكوليسترول أو المعادن. يعني تخيل أي مشكلة في الغدة الدرقية عطول تأثر عنها، تنعكس على وظائف أعضاء حيوية. على هي تعتبر من أهم الغدد، لأنه زي ما حكينا مشاكلها إذا زادت مخالفة أو متعارضة مع نقصانها. نعم. زيادتها بتعمل عندنا مثلاً نزول وزن حاد سريع. صحيح. عشان هيك في ناس بياخذوا أدوية على أساس يحاولوا يسرعوا، من هيك بخربطوا الجسم كلياته. نعم. في عندنا بتعمل مشاكل إسهال. نعم. زيادة الغدة، إنتاج الغدة أو فرط نشاطها بتعمل إسهال، لأنه الجسم بيصير يحرق يحرق، بيخلص بيتخلص من الفضلات تاعته عن طريق الجهاز الهضمي. نعم. بتعمل عندنا تسارع دقات القلب، الجسم بيصير يحاول يوصل دم لباقي أعضاء الجسم، القلب بحاول يوصل الدم لباقي أعضاء الجسم. نعم. فبصير بزيد ضخه، بصير يعني رفرفة بالقلب. صحيح. حتى بينعكس على النوم، بينعكس على الحالة المزاجية بشكل عام. دكتور، نعود إلى فحوصات المطلوبة لتساقط الشعر. B12 مهم؟ في تكوين الدم. في تكوين الدم. تكوين الدم. إذن B7 لتساقط الشعر. مظبوط. نعم. الكالسيوم. الكالسيوم الأظافر للأسنان أساس. عظيم. آه. يعني في عناصر مهمة جدا، في عناصر مهمة لكن ثانوية. هل فعلا اللي دائما كنا متربين عليه ونسمعه إحنا صغار، وجود بقع بيضاء على الأظافر تعني بالضرورة نقص كالسيوم الجسم؟ في كتير أطباء مختصين بالجلدية والعظام من خلال الأظافر بيعرفوا إذا عندك نقص حديد. نعم. نقص الفيتامين سي. الفيتامين سي بعتبره من أهم أسباب مشاكل أظافر من أظافر تقصفها. والشعر؟ الشعر نفس الشيء، ولكن على حد على الفيتامين سي على الأظافر أكثر. نعم. يعني كان بالزمانات عندنا مرض اسمه الأسقربوط. نعم. اللي هو بيصيب البحارة ما بحارة على أساس إنه عندهم نقص الفيتامين سي، صار يعوضوه بالليمون. فهو الفيتامين سي يعتبر كثير مهم للأظافر. الحديد. هو أصلاً الحديد أنا سمعت إنه فيتامين سي دكتور أيضاً يسرع من مفعول الأدوية عن تناولها في الجسم. الفيتامين سي هو يعتبر من العناصر اللي بتساعد العناصر الثانية. نعم. زي مثلاً بياخدوا حديد عن طريق الأورال، عن طريق الحبوب، الحبوب أو الشراب. أوكي، ينصح مع الفيتامين سي لأنه الفيتامين سي بيمتصه، بيساعد امتصاصه من الأمعاء للدم. حتى دكتور عند أخذ الحديد عبر الوريد ينصح دائماً بعد كل إبرة إنه يتناول المريض كأس من عصير برتقال أو على الأقل اللي هو فوار سي إذا ما تواجد فواكه. نتحدث دكتور عن الفحوصات المتبقية لتساقط الشعر، هل من فحوصات أخرى نتائجها كيف تكون دكتور؟ هل مثلا بمعدلات معينة دون الحد الطبيعي يصبح مهددا بالتساقط، أم يكون بمستوى جدا متدني اللي أدى في نهاية المطاف إلى تساقط الشعر؟ هلأ كفحوصات عندنا بنعتمد حسب قراءاتها على أكثر من شغلة. الأعراض أهم شيء، الأعراض عندنا المرافقة. نعم. يعني نيجي نحكي مريض دمه الحديد، مخزون الحديد نازل عنده. هو كم المعدل الطبيعي دكتور للبالغين؟ للنساء 15 لغاية 180. نعم. كرجال من 25 ل 300. نعم. في فرق كبير. اوكي. في عندنا مستويات كثير نازلة. نعم. مع أعراض زي دوخة، صداع، زيادة تقصف الأظافر، زيادة تساقط الشعر. هاي أعراض كثير حادة. بكون مترافقة. مترافقة. مع بعضها مجتمعة. نقص الدم. نعم. فهون نحكي لازم المريض ياخذ مثلا علاج اللي هو إبر. نعم. عن طريق الوريد. نعم. بيكون مريض دمه طبيعي يعني حد الأدنى تقريبا. ممكن دكتور يكون دم طبيعي بس مخزون الحديد منخفض؟ بيكون بدايات. نعم. هلا الفكرة انه في عندنا شيء اسمه الايرون اللي هو الدم الموجود، الحديد الموجود في الدم بشكل عام، في عندنا مخزون الحديد في المخازن في الكبد في الطحال في نخاع العظم، وفي عندنا اللي هو التي اي بي سي معامل تشبع الدم. نعم. فهذه الأشياء الثلاثة بتهمنا مع بعض.
لا ممكن المريض بداية فقر الدم بيكون بداية نزول فقر الدم بلش بدايته بيكون مخزون الحديد نازل الدم طبيعي أو الحد الأدنى. لو طلبت منك دكتور ثلاث فحوصات رئيسية لشخص مثلا لا يستطيع إجراء هذه الفحوصات كاملة ممكن نستعيض عنها بثلاث فحوصات رئيسية؟ لو حكينا مثلا قوة الدم والغدة الدرقية ودال السي بي سي هو غدة الدم الشامل أهم فحص نعم. وغدة درقية نعم والفيتامين دال عظيم هم أهم ثلاثة. سريعا ننتقل دكتور إلى المحور الآخر وهو آلام العظام التيبس الصباحي للمفاصل عادة ما يرتبط بالبرد خصوصا الأشخاص اللي أساسا عندهم التهاب روماتويدي مظبوط. ما هي أهم الفحوصات التي تطلب منكم من قبل طبيب العظام؟ أكيد هاي يمكن فحوصات الشعر طبيعي إني أنا أجيك في المختبر وأحكي لك دكتور هيك هيك مشكلتي فبحاجة لحل يرجى إجراء الفحوصات اللازمة، لكن في حالة آلام العظام المفاصل يصبح الموضوع أدق فيحتاج ويتطلب طبيب باطني عظام. مظبوط. شو الفحوصات اللي تنطلب منكم بالعادة دكتور؟ هلا الفحوصات نطلب من شقين زي ما حكيت في أخصائيين عندنا عظام نعم مشاكل عظام كسور ما كسور مشاكل مفاصل ركب تيبس تآكل وفي عنا الأطباء التانيين هم الروماتيزم نعم مشاكل مفاصل على المستوى اللي هو نحكي المناعي نعم أطباء العظام بتوع الجراحة بالعادة بيطلبوا الفحوصات الفيتامين دال المعامل ترسب دم الاي اس ار نعم فحص معامل التهاب البروتين السي ار بي نعم اوكي وبيطلبوا عامل الروماتيزم هاي الأشياء جنرال تعتبر نعم اللي هي بتسبب آلام أسفل الظهر التيبس الصباحي بيكون الجسم تعبان لسه نايم صار له فترة نايم فبيطلبوا الفحوصات هاي بشكل جنرال نعم الأطباء الاختصاص تعون مشاكل الروماتيزم والمفاصل الأسباب المناعية ببلشوا عنا بالفحوصات أهم شيء عندهم فحوصات الكلى الكبد بشكل عام نعم بيطلبوا فحوصات اللي هو معامل التهاب البروتين السي ار بي نعم معامل ترسب الدم كثير مهم هذول السي ار بي والاي اس ار للمشاكل العظام بشكل عام بيطلبوا عنا في مشاكل الفحص اسمه الـ NA نعم هذا ايش الفحص دكتور؟ هذا اللي هو الأجسام المناعية الذاتية نعم الأجسام المناعية الذاتية اللي بتهاجم تعمل من فقر الدم تعمل نعم. هو نفس الجسم بيصير يهاجم نفسه نعم بيطلبوا معامل الروماتيزم الجنرال اللي هو اللي الناس بيعرفوه اللي هو الروماتيزم هو فحص مش دقيق جدا للحالات الروماتيزم واسمه بس غير دقيق جدا الفحص هذا نعم لو عندنا التهاب فيروسي عندنا حروق في عندنا اي شيء بيطلع نسبته نعم بطلب الفحص الدقيق للروماتيزم هو فحص اسمه الانتي سي سي بي انتي سايكليك بيبتايد نعم هذا بيقيس عندنا نسبه اذا في روماتيزم في الوقت الحالي او اذا في احتماليه يصير روماتيزم يتنبأ لمده نعم. سنه سنتين لقدام إذا حد لو فيش أعراض ولكن ده بتنبأ فيه. نعم. بيطلبوا فحص اسمه الـ ENA. Extractable Nucleic Acid. هذا الفحص برضه بهمنا للأشياء زي الذؤابة، الثعلبة، الأشياء المناعية برضه. نعم. بس بشكل مفصل. بيجي تقريبا فحص بيشمل تقريبا 16 فحص فرعي. أي مشكلة فيه الدكتور بيحدد المشكلة هي عظام، مفاصل أو أمراض دم أو أي أمراض تانية. عظيم هاي الفحوصات اللي تطلب للكشف عن آلام المفاصل والركب هل من علاقة فعلا ما بين البرد دكتور وما بين آلام المفاصل والعظام؟ أكيد هلا الجسم بطبيعة الحال حرارته 37 نعم معدل حرارة الجسم 36-37 هلا البرد بيعمل زي أي إشي بيقلص العضلات بيقلص العظام بيصير الجسم تعبان نعم فهذا هو تأثيره فمن الطبيعي ممكن إذا دكتور ممكن ما يكون بس لأسباب صحية ممكن هو فقط لأسباب تتعلق بالتغير الطقس 100% نعم لكن أعتقد استمرار الحالة وزيادة شدتها هو ما يتطلب اللجوء إلى طبيب العظام 100% إنه واحد تيبس الخضران أو التيبس يعني 5 دقائق 10 دقائق واحد عم شوية ستريتشنج بتحرك ويقوم بغسل وجهه بيعمل أي حركة بتخف نعم أما المشكلة الناس اللي بتكرر معهم في اليوم أكثر مرة بكون قاعدين مرة واحدة ببردوا بصير عندهم وجع مفاصل نعم بصير لما يكون في ألم لفترة طويلة بياخد أدوية عادية بدل البندول أو الأدفيل بياخد أي مسكن ألم نعم
مش مجاوب معه. صحيح. أوكي. هاي المشكلة دكتور في المسكنات، يعني المسكنات محفوفة بالمخاطر، لكن الأشخاص يلجؤون إليها لتسكين الألم، لإخفاء الألم، كعوض عن اللجوء للطبيب وإجراء هذه الفحوصات. لكن في النهاية الفحوصات هي طوق النجاة دكتور لتحديد العلاج والكشف عن أسباب المرض بشكل دقيق. شكرا لك الدكتور زياد نشي اختصاصي المختبرات الطبية على المعلومات اللي أفدت مشاهدينا اليوم فيها. العفو، شكرا لكم. شكرا، يعطيكم العافية.